ورح نبلش أولى فقراتنا لليوم ونروح مع الحساب الذهني. حكينا بالحلقات الماضية عن الحساب الذهني وأنه يعتبر من المهارات المهمة جدا للطلاب في مادة الرياضيات على وجه الخصوص. كيف في يعزز الطالب ثقته بنفسه ويقوي تركيزه عن طريق الحساب الذهني، وكيف فيه أيضا يتفوق بدراسته المدرسية عن طريق الحساب الذهني ويهون عليه المنهج. رح نحكي أكثر عن الحساب الذهني وبرنامج الأصابع المدهشة، ونتعرف عن البرنامج مع مدربة الحساب الذهني نسرين نقور بمجال تدريب وتنمية المهارات العقلية والفكرية. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي، وبدي أقول صباح الخير للطالب خالد دكاك. صباح الخير خالد. صباح النور. سعد صباحك. شكرا. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. البدايه رح تكون معك سيده نسرين، ونعرف المشاهدين اكثر شو هو برنامج الاصابع المدهشه. بدايه صباح الخير لكم. صباح. برنامج الاصابع المدهشه هو برنامج نوع من انواع البرامج اللي ابتكرتها مؤسسه علمني، ابتكرتها الاستاذه رفيده مكه، واخذت فيه على حصلت على براءه اختراع. برنامج بيعتمد فقط على أصابع، يعني نحن شفنا برامج الحساب الذهني بتعتمد على معداد، خيال، آليات استراتيجية معينة، بينما برامج الأميزنج فينجرز فقط عن طريق الأصابع يقدر يوصل بالحل لمنازل قد تصل للديليشر اللي هو 63 منزلة قادر الطفل يحل. نعم نسرين، خلينا نحكي أكثر. يعني عملية الحساب الذهني هي بتمرق بمراحل، وحكينا بحلقات سابقة، ولكن خلينا نرجع نخبر المشاهدين وكل حدا من الأهالي حابب أنه أولاده ينضموا للحساب الذهني ويتعلموا الحساب الذهني، قديش مهم وقديه بيفيد الطلاب بحياتهم وبيعزز لهم هي الثقة بدراستهم وبخليهم واثقين من أجوبتهم الرياضية. تمام. هلا نحن حكينا كثير انه عن الحساب الذهني صار معروف عند الاهالي، بس هذا الوعي بدنا اياه ينتشر اكثر، انه هو بيعزز الثقه بالنفس، بيعطي تحصيل اكاديمي كثير ممتاز، ساعدنا المدارس بموضوع الحساب الذهني، ذاكره طويله المدى صارت عند الطفل. برنامج الحساب الذهني كثير متنوع، يعني ابتدأنا نحن بالماجيك ماث اللي هو الحساب الذهني، وحاليا هلق بين ايدينا البرنامج المنتشر عالميا، ومثل ما حكينا اخذ براءة اختراع هو الأصابع المدهشة. كثير في له فوائد عديدة بالمدارس. اذا مثلا نحكي عن كيف ساعدنا المدارس، شفتي مناهج المدارس عندنا كثير كثيفه، الحصه الدراسيه كثير قصيره، ما بتتيح الفرصه للمعلمه لايصال المعلومه الكافيه للطفل والاعداد الضخمه بمدارسنا. فنحن عن طريق الحساب الذهني، عن طريق برنامج الاصابع الاميزنج فينجرز، صار نقدر كل طفل يقدر يعطي لحاله الاجوبه، طبعا متعلم على هذا البرنامج، واصل لمهارات عاليه، مهما كانت الارقام عاليه قادر هو يوصل لهي المنازل. كثير خففنا عبء على المدارس، صار الطفل يعني سهوله بتقبل المعلومه اكثر، يعني صار معروفا طلاب الحساب الذهني طلاب الاصابع المدهشين المتفوقين دراسيا. نعم. رح ننتقل لعند خالد. صباح الخير خالد. خبرنا بأي صف، قديش عمرك؟ أنا بالصف السابع، عمري 12 سنة. 12 سنة، قديش صار لك بموضوع الحساب الذهني؟ أنا وصل لي 6 سنين. لأنه أنا بلشت فيه بس الصف الأول، لأنه كان عندي إياها مادة بالمدرسة وما عرفت أتأقلم معها للمادة. خرجت إنه ركبت سجل على أساس بس حساب ذهني، بعدين كملت بالروبيك والسوبر مايند، وهلق بالأميزنج فينجرز. برافو يا خالد. خالد قديش يعني من اول ما بلشت قديش لقيت في صعوبه بالتعلم الحساب الذهني؟ هلا صراحه من اول كنت شوي بطيء، بس هلا صار عندي السرعه الممكنه، يعني يعني قد ايه ضليت وقت هيك بطيء؟ ضليت شيء يعني تقريبا يعني شيء سنه كامله، بس انه بس بدي اتقلم مع الماده. طب وقت كنت تشوف رفقاتك هيك عندهم هالحساب الذهني بسرعه ويقدموا اجوبه بسرعه، قديش صار هيك عندك هيك حافز بتصير انت بدك؟ انا مشان هيك صرت سريع، شوف العالم انهم سريعين صرت تصير مثلهم، او جيت اتدرب وحاول هيك صرت مثل العالم السريعين.
هلا يمكن رح يطبق معنا شيء، ولكن خليني اسالك عن العمر اليوم للاصابع المدهشه. في اعمار معينه صار له تقريبا 6 سنين بموضوع الحساب الذهني، لازم يكون الطفل مارق بمراحل معينه قبل ما يوصل لمرحله الاصابع المدهشه؟ طبعا هلا برنامج الاصابع المدهشه هو جاي مكمل للامازينج، عفوا للماجيك ماس. طبعا الطفل هلا بدايه الاطفال عمر 6 سنوات 7 سنوات صف اول ما بنعطيهم هي البرنامج، لان البرنامج معتمد على اصابع السحريه نحن بنقول للطفل، في لكل اصبع له قيمه عدديه. ما بنعلم الطفل بهي الاعمار الصغيره 6 7 سنين، عم نحوله للحساب الذهني لحتى يعرف يتاقلم مع اصابعه. بالبدايه ما عندك انت اصابع 10 اصابع، بتمتلك 10 اصابع سحريه قادر انك فقط تحل فيهم للعشره. بعدين نحن نمنا للطفل، نمنا له خياله عن طريق كمان العصف الذهني، كثير مهم ببرنامجنا لحتى قدر فوق عمر 7 سنوات يتخطى هذا البرنامج. يعني نحن لازم يكون خاضع لدورات حساب ذهني قبل ما يفوت بهذا البرنامج تكميلي للبرنامج. تماما. يمكن رح تنزل برامج جديدة كلها بتكمل بعضها، ولكن الأساس هو الصح. يعني إذا الولد تأسس صح فهو اكيد رح يقدر يتجاوز اي طريقه جديده بالحساب الذهني. خلينا ننتقل نسرين لعند خالد ويمكن نشوف الحساب الذهني عن طريق الاصابع المدهشه. هلا في كذا نموذج جايبينه، اذا في يلا خلينا الكاميرا تشوفه نموذج. هذيك الكاميرا ايه، خلينا نحكي عن النموذج. هو فيه طبعا عده ارقام باللغه الانجليزيه. هلا عده منازل. نعم. واصله لمنازل عاليه، هي نموذج من النماذج. بس لحتى تشوفوا انه قادر الطفل يتخطى فقط عن طريق ايد وحده، ما عم يستخدم شيء. طيب هلا نحن بس فينا نرجع ناخذ الجدول نسرين ونشرح شو هو. يعني طبعا اوكي هو جداول، بس على اي اساس هي الاعداد متسلسله بالطول صح؟ طبعا. هلق هي عبارة عن مثل ما حكينا للكاميرا، هلق هي عبارة عن أرقام عدة منازل. هي أرقام عشوائية. عشوائية يعني ما في أي شرط من الشروط. يعني برامج تانية نحن منلاقي في شروط، مثلا في برنامج من البرامج لازم يكون السطر الأول مثل ما مع السطر الثالث مكمل 10 ليقدر يحل الطفل. تمام. كان شروط هون ما في أي شرط. مرحلة أصعب. طبعا هون مرحلة صعبة، بس ما في ولا أي شرط مهما كانت الأرقام. تكوني من عدة منازل قادر الطفل يحلها فقط عن طريق ايده. تمام. نعم. وكل الارقام موجوده، كل شيء موجود، كل الارقام. نحن كيف بنقول بنسال الطفل سؤال كيف؟ هلا هون الطفل متعلم على آلية الاصابع صح، متعلم على آلية البرنامج، فهو قادر يتعامل مع كل هالارقام حسب ما هو متدرب. هي على الورقه والقلم صح. هلا هو بده يحل، بس هو بيحل عن طريق الاجوبه كيف عم تطلع، عن طريق اصابعه. يعني هو ما عم يستخدم ولا اي وسيله ولا اي اله حاسبه، فقط ايد وحده مثل ما هلا بدكم تشوفوا. خالد خلينا نطبق. يلا تفضل خالد بلشي. يلا تفضل خلينا نشرح شو عم يعد. يا حبيبي ما راح نشتتك انت. تمام. هلا هو عم يحسب ارقام عن طريق ايديه. يعني تخيلي مثلا معه بيطلع رقم 10 قادر يعطيك اياه عن طريق ايديه، 9 قادر يعطيك اياه عن طريق ايده. مهما كان في استلاف، في ارقام كبيره عم يستلفها بس ما عم يعمل شيء، عم يستلفها عن طريق اصابعه فقط. بشكل طولي. طبعا بشكل طولي عم يتعامل كل جدول. تمام. كل منزلي لحال. هو عم يحسب منازل. تمام. كيف عم تلاقوا تقبل الاطفال؟ يعني كل الاطفال عم يقدروا يتجاوبوا مع برنامج الاصابع المدهشه ولا لا؟ عم تكون هون لازم الطفل يكون عنده قدرات او مميزات مختلفه عن باقي الاطفال. تمام. هلا نحن حكينا انه الاطفال هي قدرات عقليه، فروقات فرديه، نحن نتعامل مع كلياتهم سويه. يعني نحن كل شيء بدنا نشوف شو نقاط الضعف ونسوي. اكيد مو كلياتهم بدهم يعني ماشيين نفس السويه الاطفال. طلاب الحساب الذهني مثل ما حكينا، الطلاب الخاضعين لبرامج الحساب الذهني ببرنامج الامازينج فينجرز ممتازين. تمام. هو تاسيس لهم. اما العملاق الصعوبي اللي بيجيكي طفل انه مثلا حابب دغري يفوت بهذا البرنامج، نحن ما بنقول لا للطفل، بس لازم يتاسس صح. تمام. بس نحن الطفل بيعاني هون صعوبه، فمشان هيك بنخليه يفوت لحتى يجرب، بس بنرجعه للحساب الذهني. تمام. خلينا نسرين نحكي اكثر خالد شو عم يعمل. حكينا كيف عم يحسب شاقولي، ولكن كيف
يعني خلينا بس هيك نشرح لكل الناس اللي عم يشوفونا، يمكن مو واضح الارقام ولا شو عم يعمل. تمام. هلا بس يخلص نحن اكيد رح نشرح بشكل اكثر. انا شايفته عم يعد بشكل افقي الارقام. تمام. بشكل. تمام. متسلسل. عم يتعامل مع كل عمود بكل منزله انه هي احد، عم يشتغل عن طريق فقط اصابعه. مثل ما عم تلاحظوا هو عم يشتغل فقط بايد وحده، بس في له طريقه، في كل اصبع له رمز. مثلا 5 اوكي، 1 2 3 4 6 7 8 9 والعشرة هون الشطارة عاد بالآلية. هو عم يستلف. اوكي. فقط عم يستلف بالايد وحدة. تمام؟ هو فقط عم يستلف بالارقام الكبيرة، هي حلاوة البرنامج انه مهما كانت عدد الارقام كثير كبيرة، المنازل كثير كبيرة، عم نحكي نحن عن منازل عم بتوصل للدليشري ل 63 صفر، مانو سهل. قادر فقط عن ايد وحدة، عن طريق ايد وحدة الطفل. فقط، يعني ما عمل ولا أي وسيلة مساعدة. طبعا كثير لها فائده بتشغيل عقل الطفل. تماما. ايه تماما. تعلم على التركيز، خلينا لبين ما يخلص باقي له منزله واحده. خلينا نحكي قديش اليوم عم تعزز ثقه الطفل، وعم تلاقوا هذا الشيء، يعني هذا التعب او هذا التعليم اللي عم تعلموه عم تلمسوه على ارض الواقع بمدرسته؟ برافو خالد، يلا رح نرجع لعندك. بالمدرسه عم يكون في تحسن بالعلامات الرياضيه؟ تمام كثير. هلا نحن مع تقييمنا للطلاب اللي نحن عم نعطيهم حساب ذهني، عم نعطيهم هي البرامج كلها الهادفه لتنميه عقول الطفل، عم نلاقي الاطفال يلي خاضعين لهيك برامج متفوقين دراسيا ومتميزين بقدراتهم بذكاءاتهم، صارت تظهر ذكاءات متنوعة عندهم، صارت تظهر مواهبهم، صارت تظهر. لا نشكر الله، في كثير نسبة من الأطفال كانت مثل ما نقول عدم يعني بالمدارس، بس هلق ما شاء الله عليها، يعني تقييمنا نحن دائما شغال بالمدارس على الأطفال. تمام. خلينا لكن نشوف الناتج. حابب هلق هو يقرأ الرقم كمان، تفضل. يلا. خالد. هو جواب طلبنا 582 بليون و383 مليار و488 مليون 939,999. اوه تمام. قديش المنازل بس خلينا هيك نقلب الورقه على الكاميرا خالد ونقول لهم للمشاهدين، نحن حسبناهم بشكل افقي كل منزله لحالها عديت على اصابعك. هي 5 1 2 3 4 5 6 6 برافو، 7 8 9 9 يعني الايد تمتلك 9 اصابع. اذا بدنا نحن نقارن، يعني لو هو بده يسوي هذا الشيء على اله حاسبه او على مثلا طريقه ثانيه وهو عم يسويه بالحساب الذهني، الزمن اليوم والفارق بانجاز هي العمليه الحسابيه كيف بيكون؟ الطفل اسرع. الطفل اسرع، قارنا عملنا كثير تجارب، الطفل اسرع من الاله الحاسبه. الاله الحاسبه احيانا خاصه انت شايفه المنازل، احيانا الطفل نظره بيتشتت. لا هون لا ما بيتشتت، ما بيقدر الاله الحاسبه، اذا بده يدق على الاله الحاسبه خربط، بياخذ وقت، اخذ وقت، تشتت نظره. هون لا هو عرفان شو عم يتعامل، هو حافظ متدرب اليه معينه. يعني اليه ما انا سهله، بس صحيح عند الطفل صارت سهله. بتذكر باحدى الحلقات كانت عم تنقل طفل ايضا رقم ما كنا نلحق نكتبه. تمام. على الاله الحاسبه كان هو اسرع من الاله الحاسبه. تمام. خالد، يعني حكينا انه انت مبدع، صرت بعده حسابات ذهنيه، خلينا نحكي اليوم قد ايه بتستفيد بالمدرسه؟ حسيت حالك تغيرت بالرياضيات حتى لو ما كثير؟ يمكن كثير فادوني بالقسم الرياضيات وبالفيزياء بالقوانين. انا مثلا بيكون عندي انه كثير جمع اعداد كبيره بيساعدوني اكثر شيء هون، وحتى بالحساب الذهني اوقات انا كنت دغري احسبه وطلع له جواب للاستاذ. وحاولت انه رفقاتك هيك يتفاجئوا انه انت من وين جايب كل هالمعلومات؟ انا دغري بجاوبهم فجاه، انت لحق تجمع كيف؟ نحن هلا في ساعه السؤال. تمام. حاولت تعلمهم بالصف هيك شوي طرق ممكن تفيدهم؟ يعني حاولت تتبادل، علمنا كيف تعمل، علمتهم شوي الشغلات البسيطه اللي بيقدروا يبلشوا فيها. بس هيك قد ايه صار هيك عندك ثقه بحالك انه انا الشاطر بالصف وكلهم حابب تكفي بمجال الحساب الذهني؟ اكيد تكفي، كثير بحب هدول الشغلات اللي بكونوا العمليات حسابيه، كثير حبيت. يعني انت من قبل ما تفوت بالحساب الذهني كان عندك هيك، كنت تحب الرياضيات ولا لا؟ لا بحب الرياضيات. بتحبها؟ انت يعني اوريدي بتحبها.
تمام. خلينا كنا نشوف نسرين نموذج ثاني من يلا كمان الاميزنج فينجر. كمان كلها اميزنج. شو بيفرقوا؟ خلينا نوضح كمان للمشاهدين شو بيفرقوا. نفس الشيء بس هون عدد المنازل اقل. يعني نحن بس عم جبنا كذا نموذج هذاك اصعب منها. تمام تمام. هلا بس لحتى نفرجي المشاهدين انه نحن عدد المنازل مهما كانت كبيره قادر الطفل يحلها. حلو. مهما كان قصيره طويله قادر الطفل يتعامل معها. والله يعني رقم بدهم تدريب كثير. اي والله. رقم 4 تفضل خالد. 4 اوكي. قديش صار نسرين هذا البرنامج منتشر ومطبق بالمدارس اليوم او عند الاطفال اللي بيمارسوا الحساب الذهني؟ هلا هذا البرنامج هو برنامج جديد عم نحاول ننشره قد ما لقينا فائده كثير كبيره عند الاطفال. ساعدناهم حكينا بالمدارس عملنا تجارب انه مثلا معلمه الصف اذا لاحظتي خالد كذا منزله عم بيحل فقط على ايد وحده. عملنا تجارب انه هالمنازل اذا كانت كبيره وايش المعلمه بدها تحاول بطريقه معينه توصل المعلومه للطفل. طيب رح تحتاج المعلمه مثلا طفل ايد يمين ايد يسار، اوكي مد ايده اليمين ومد ايده اليسار، جبنا طفل ثاني اخذ مسك ايد مئات ايد الوف، طفل ثالث وهكذا ليتساعدوا بحل تمرين. فشو صار هون؟ تشربكت الامور مع بعضها وما قدر حدا يحل شيء. فلهيك نحن عملنا تجارب لقينا الطفل لحاله عن طريق ايد وحده بدون ما يساعدوا رفقاته بدون اي شيء منازل كثير عاليه وقادر فقط عن ايد عن طريق ايد وحده. اي طالع الجواب بسرعه ونحن عم نحكي ثواني بسرعه نحن اي تمام نحن عم نحكي طلع. طلع شو طلع الجواب خالد هالمره؟ طلع الجواب 4,496,944. اوكي طيب خالد خلينا نحكي كيف علاماتك معناتها بالفيزا والرياضيات دائما؟ انه دائما تأمين بيكون انه انا بستعمل اوقات هي الطريقه يعني بالاعداد الكبيره بس بستعمل الاميزنج فينجرز او الحساب قام دغري بطلع الجواب بيطلع صح. معناتها انت من اكثر الاشخاص اللي بيسلموا وراء الامتحان فورا يمكن هو اول الاشخاص اللي بيسلموا دائما. دائما. طيب قديش بتتدرب اليوم على موضوع الحساب الذهني يوميا ولا لا صرت بتحس حالك متمكن صرت عم بتخفف شوي؟ انه انا كنت بالاول اتدرب كل يوم عشان اصير سريع بس هلا صرت بسرعه ممكن انه كل فتره او مثلا يوم اي يوم لا اتدرب منيح هلا صرت بسرعه العالي كل شيء. هو يعني صار وصل لعنده ثقه. انا بحكي عن خالد عنده ثقه صارت عاليه بنفسه. يعني انا احيانا بقول له حل بقليه مس خلص ما انا عرفت الجواب. يعني مهارته صارت عاليه لانه لدرجه ما يستعمل دغري عرف الجواب. صار في هلق اذا بنلاحظ بمناهجنا خاصه الرياضيات فيزياء كيمياء باخر التمارين بيكتبوا حساب ذهني تمرين حل الطفل حساب ذهني. هلق الاطفال يلي ماخذي هي الدورات بتلاقي دغري عطت الجواب بيتفاجئوا رفقاتها انه كيف انتم طلعتوا الاجوبه. ف في تميز كثير صار بين الطلاب بهي القصص. تمام. ضمن دورات الحساب الذهني نسرين عم في كبار عم يجوا يتعلموا لما يلاقوا يمكن اطفالهم صاروا مبدعين وسريعين بالحساب الذهني بياخذوا وقت اكثر الكبار؟ طبعا المدرب يعني المتدرب كثير متعب لانه انت قديش عم بتعلميه على والمدربين اللي الكبار اللي حابين يتعلموا الحساب الذهني. ما هو الكبير بتقصدي اطفال؟ لا بأعمارهم لا اهالي مثلا في هلق اهالي في ما عم بقول لك انا اذا متدربين هن المتدربين الكبار اللي هن حابين يشتغلوا مثلا احنا بندرب لتصير انت مدرب طفل او لحتى تفيد ابنها بالبيت تتعلم ويت كمان. تمام بس هو الطريقه بيستفيدوا منها لهم انه هن قادرين ياخذوا هي الطرائق والاستراتيجيه ويطبقوها على اطفالهم مثلا يساعدوا اولادهم. يعني اقل ما يمكن الامهات ساعدوا اولادها بالمناهج فعلا معقده يعني تمام. صعبه فعلا للاسف صعبة. يعني طب قد ايه بياخذوا وقت الكبار الاهالي؟ والله بياخذوا وقت لانه استراتيجيات كلها تجديدي عليهم وعقل الكبير غير عقل الصغير. يعني الصغير دائما بنقول له صفحه بيضاء شو ما اعطيتيه معلومات ما شاء الله يعني سهل عليه يتلقى المعلومه بس الكبير الكبير بياخذ وقت معنا وجهد وتعب بس بالنهايه بس تشوفي نتائجهم بتنسي كل التعب. يعني لما خلينا نحكي عن حاله خالد يعني ما شاء الله واصل لمرحله متطوره كثير بالحساب الذهني لبعدين كيف هذا العلم بيوقف عند حد معين ولا لا لسه في مراحل ممكن لسه
يمر فيها خالد؟ لا، في بعض مراحل كثير ما بيوقف هون، في ابتكارات كثير، في برامج كثير، وكل ما لا نحن بمؤسسة تعلمني بتسعى لتنتج هيك برامج هادفة لعقول الطفل، وبتلزم المدربين لحتى يكون عندهم هي الاحترافية الكاملة بالبرامج لحتى تضل متابعة مع الأطفال، ما في شيء وقف عنده الطفل. لا، كل سنة بنلاقي في برنامج مجهزين لنا اياه بالمؤسسة داعم للطفل، يعني بنتفاجئ ببرامج عالمية داعمة كل الطفل. تمام، وعند التفوق بالبرامج الجديدة كيف بيتكافئوا الطلاب عندكم لحتى يمكن للاستمرارية؟ اي حدا مننا بده تحفيز؟ تمام، هلا نحن دائما بنشجع، ممكن يصير مثلا خالد يدرب حدا طبعاً جديد؟ طبعا، هلا بيوصل مثلا، هلا هو طول ما هو طفل مثلا قادر يخوض مسابقات عالميه. شو حكينا ببرامجنا السابقه انه في نحن اخذنا مثلا السنه المركز الاول على مستوى سوريا، وهلا دخلنا على العالميه، يعني هاي الاطفال قادره تنافس جميع الطلاب وين ما وجدت. بس يوصل لفوق عمر 18 سنه قادر يصير مدرب اطفال. تمام. خالد، خلينا نسألك، بلشت تدرب حدا إذا عندك إخوات أو رفقاتك على موضوع الحساب الذهني؟ في شوية عالم بالمدرسة عنده بحصة الحساب الذهني بالمدرسة، يصير يجري عندي إنه فيك تساعدنا بحساب هاي، فيك تساعدنا بهاي، علمنا كيف الذهني وهيك. بتحس إنه أنت قادر توصل لهم المعلومة؟ يعني عم يفهموا عليك ولا بتحس مو كتير عم يلاقوا صعوبة؟ هلا في منهم عم يفهموا علي، دغري في منهم إنه كيف، وبس إنه علمنا إياها شوي بعد بطئ الشرح وهيك. هي قدرات عقلية، يعني في عالم عم تفهم، في عالم بتتجاوب معك. نعم. طب خلينا نحكي، شو هيك بتفكر لبعدين؟ يعني حاطط ببالك انه انا مثلا حابب كفي بموضوع الرياضيات او الفيزياء او الحساب الذهني، ولا هيك شو بترسم للمستقبل تبعك؟ اذا بتفكر دائما بسأل هالسؤال، شو حابب تصير؟ انا صراحه بصير دكتور عيون، اللي كثير بحب هاي القصه، بحب الطب، بس كانه حتى الحساب الذهني بحب صير مدرب اطفال، بس انه بحب تصير مدرب عالم. ان شاء الله يا رب. خالد، نشوفك متفوق اكثر واكثر. قديش هيك نحن كثير مبسوطين فيك اليوم. انا كثير كمان موفق يا رب يا خالد. نسرين، يعني حلقة عن حلقة عم نكتشف قديش اليوم يعني في ناس مختصة بأنه أطفالنا يطلعوا الذكاء اللي جواتهم. ومثل ما حكيت من شوي، يمكن منكون ببرنامج منلاقي بالبرنامج الثاني عم يبدعوا أكثر وأكثر الأطفال، وهذا الشيء كتير مميز، وأكيد في جهود كتير كبيرة من حضرتك، وأكيد كل اللي عم يعلموا الطلاب جهود كتير كبيرة. بدنا نتشكركم وبدنا نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله هيك دائما يكون عنا هذا الذكاء يبين للعلن. ونحن أكيد ناطرينكم بحلقات جاية مع أطفال جديدة متفوقين وأذكياء. شكراً كثير لكم. شكراً. شكراً، يعطيكم العافية.